يسألوا في حكاية أكل، حكم أكل الحوت والقرش، لحم الحوت ولحم القرش وتعابين البحر وكذا. فيعني لو ساعتك تفيدنا، البحر لو ساعتك تفيدنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. نعم، عليه الصلاة والسلام. ويذبحوه ولا قتلوه وكله، لكن في حيوانات في البحر أشرس من اللي في البر. نعم. وما في ما على البر شيء إلا نسيله في البحر. نعم. وهذا كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة. نعم. حققه واحد باكستاني اسمه طاش كبرى زاده. نعم. فبيقول يعني إن كل اللي على البر موجود في البحر. نعم. فكما إن مثلا حيوانات البر فيها الغزال الذي يؤكل وعزق الله والخروف وكذا والثور، كذلك فيها السباع التي لا تؤكل. طيب يعني بالله، يعني عندنا مثلا تعبان البحر، عندنا التعبين ده بيقولوا اكثر سموم من سموم البر. سبحان الله. طب سؤال سيدنا في الوقت مثل